اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. طبعا انا وريت لحضراتكم الكيكه في الفرن وهي بتستوي، كانت لسه في الفرن. طبعا بصوا انا قطعتها ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الكيكه عامله ازاي، بصوا كيكه هشه جدا والله العظيم وجميله جدا. بصوا عامله، بصوا زي القطن، بصوا عامله ازاي، بصوا من جوه متفتحه طبعا. بصوا جميله جدا 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 والله، وهشه جدا، وبصوا منظرها عامل ازاي. طبعا دي انا وريتها لكم في الفرن وهي بتستوي، بس في تكه كده انا بعمل لها حاجه عشان سر ايه، سر ان هي تنفش معاك وتبقى زي هشه كده، تبقى جميله جدا. طبعا انا وانا بعمل لها بضربها في الخلاط بحط لها معلقه خل، طبعا الخل بينفشها بتبقى جميله جدا 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 وبتبقى طريه وزي العسل والله. وطبعا جنبيها كده كوبايه حاجه ساقعه، في ناس تشربها مع حاجه ساقعه، في ناس تشربها مع شويه شاي، كوبايه شاي كده جميله كده، وبتنفع الاولاد والله العظيم في الفطار ما شاء الله. وبعدين احنا داخلين طبعا على المدارس، بصوا المنظر جميل جدا 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 والله العظيم، شكلها جميل جدا. وتسلموا لي يا حبايبي وربنا يبارك لي فيكم يا رب. وانا مبسوطه والله العظيم ان انا بنزل لكم اي حاجه انا بعملها في بيتي، وربنا يبارك لي فيكم حبايبي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وللشراكات بتاعت حضراتكم.